المفروض وانا متاكد من ده ان البرزنتيشن هي كمان تبقى سعيده جدا ان هي مع النادي الاهلي. ان يا جماعه النادي الاهلي اسم جميل جدا جدا، واي حد يرتبط اسمه باسم النادي الاهلي هو ده شرف وده تاريخ ممكن يتكتب. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين في خلال يعني النادي الاهلي ممكن عنصر جذب بجميع الناس. النادي الاهلي ناس كتير بتبقى حابه جدا تبقى تحت لواء النادي الاهلي، وحابه جدا تنضم انها تكون جوه النادي الاهلي. ده شيء كويس الحمد لله طبعا. والنادي الاهلي بيرحب بكل الناس. ولكن كل الناس اللي ممكن يكون فيه نوع من انواع اللي هو يعرف يعني قيمه ومعدن وكيان النادي الاهلي. عشان كده انا متاكد ان البرزنتيشن هتكون عندها نوع من انواع الالتزام الشديد جدا جدا في تفعيل هذا التعاقد بشكل يليق بكيانين كبار. طبعا النادي الاهلي والبرزنتيشن. يمكن ده يمكن اللي انا الحاجه عايز مثلا حاجه واحنا يمكن دي برضه في السوق التسويقي يعني. النادي الاهلي يا جماعه لما ظبطوا تيجي مثلا النهارده تلاقي في كل تلفزيونات مصر او العالم العربي. النادي الاهلي تلاقيه التيشيرت بتاعته اللي كان لابسها في السبعينات ما زالت موجوده. ما زال الاعلان عليه موجود. ما زال العلامه الكبيره بتاعتها موجوده. فالنادي الاهلي بعد مثلا 50 سنه ممكن قوي الراعي بتاع النادي الاهلي كل اقباله يقول انه يكون موجود لان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين هو نادي القرن في افريقيا. احنا كلنا بنتطلع باذن الله يكون نادي القرن في 21 باذن الله ان شاء الله يا شيخ. بين النادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي النهارده برضه حاجه من الحاجات المهمه اللي لازم نفكر فيها سوا ونشوفها مع بعض. النادي الاهلي النهارده لما يكون واحد من كل الفرق العالميه يكون ترتيبه الثاني الاهلي اخسر تتويجا في العالم 2013 النهارده بيبقى مين سبق الاهلي. لكن النادي الاهلي يبقى اثنين دلوقتي. نامل طبعا نرجع تاني ان شاء الله الواحد. لكن لما يكون اسم نادي عربي وافريقي في وسط عمالقه الانديه العالميه كترتيب اعتقد ده شيء يدعو للفخر. لكل انسان عربي كل انسان افريقي حتى لو مختلف انتماءاته. لكن فريق عربي في وسط العمالقه الموجوده. عمالقه الانديه العالميه هو ده النادي الاهلي. هي دي كلمه النادي الاهلي. انا مش عايز اطول لحضراتكم بس كمان عاوز ان انا الحقيقه ما انساش ان اشكر فعلا الاداره التنفيذيه عندنا. اولا زمايلي في مجلس الاداره كلهم متعاونين جدا. الاداره التنفيذيه واخص بالشكر الحقيقه اللي كان يوم اللي فات دلوقتي عملنا يعني عادل العالي في فترة صغيرة جدا. فبشكر جدا جدا إدارة التسويق وبشكر الإدارة القانونية إنهم الحقيقة كانوا مهمين جدا جدا وعملوا مجهود كبير جدا الفترة اللي فاتت. بكرر شكر جديد ليهم وبكرر شكر لحضراتكم لوجودكم. إن شاء الله نكون يعني فتحة خير بإذن الله. شكرا.